وصفات رمضان عم تكون أسهل وممتعة من خلال استخدام منتجات الذرة. اليوم في عندي وصفة مميزة، راح نحضر فريكة الدجاج. فريكة الدجاج راح نضيف الزيت على النار، راح نتبل الدجاج ونبدأ بتحمير الدجاج على النار. بعد ما يتحمر راح نضيف المي، راح نضيف البهارات الخشنة، السمنة على النار، بصلي متوسط الحجم، رشي من البهارات المشكلة، كمون، رشي من الملح. راح نغسل الفريكة ونصفيها بشكل جيد ونبدأ بطبخها على النار، ومن بعدها راح نضيف مرق الدجاج، ومن بعد ما تستوي بشكل كامل راح نقدم الفريكي مع قطع الدجاج. وصحتين وعافية.